طرق الوقاية من الأمراض المستعصية للشرج زي البواسير والشرخ، وده في الغالب احنا ممكن احنا نحمي نفسنا من عدم حدوثه بـ Lifestyle Modification. Lifestyle Modification هو طرق الحياة المختلفة الجديدة، بمعنى ان احنا ممكن نتفادى ان يجينا امساك عن طريق ان احنا نشرب كل شوية مية، يعني about 10 ملي او 15 ملي كل شوية احنا بنشرب. لكن احنا اذا شربنا مية كتير قوي ده بيعمل خلل في حاجة اسمها الالكترولايتس بتاعت الجسم، يعني في الاملاح بتاعت الجسم، فبيبدأ فيه هبوط وبيخلي الدم كله نازل في الجهاز الهضمي، فبالتالي يسحب التركيز كله من على المخ. فانا لو عايز اعالج الامساك لازم اشرب مية كتير بس متعددة، والمية دي هتخلي البراز بيبقى بدل ما هو ناشف بيبقى طري. في نفس الوقت لازم ناكل خضار كتير قوي وطبق سلطة، ده ما يفارقش السفرة يوميا، او خارج البيت لازم ناكل خضار او فاكهة. لكن اذا اعتمد الواحد ان هو يقضي طول الوقت كله من الصبح لغاية الليل على اكل التيك اواي اللي هو الفاست فود النواشف، وده هيجيله امساك لابد منه طالما هو خارج البيت وبياكل الاكل دوت اللي هو الفاست فود هاي كالوري، ده بيبقى في امساك شديد جدا بيجيله، ولما يرجع البيت بيعاني من اخراج البراز دوت لان بيعور له فتحة الشرج وبيعمل الشرخ سواء او البواسير. فبالتالي نتفادى الموضوع ده ازاي؟ ان احنا ناكل healthy food عن طريق ان احنا ناكل وجبة البروتين بس جنبها سلطة او جنبها فاكهة، ونشرب على مدار اليوم كله مية، لازم المية مستمرة مش مية مرة واحدة، وده بيسهل ان الاخراج بيبقى سهل وان البراز يبقى متماسك مش صلب، فبيبدأ ما يعورش فتحة الشرج وما يعملش المشاكل ديت.